لكن بالطريقة دي بلوي الدراع لا محروق ابو الانتخابات علي عاوزها انا لا هتنقصني ولا هتزودني والله والله ما عندنا خبر بالحكايه دي يا ابي بيه ولا شاور حد فينا اما مالكش حد يا بكري انا والله يا ناس ما خطر لي المعنى ده من اصله احنا قعدنا انا وابوي مع عم مرزوق برضك محبه وتشريف لينا وقلنا نتمم الجوازه ان كان ربنا رايد قبل ما سافر طب اختار الوقت المناسب يا بكري الوقت هو اللي حاكمني مش انا اللي حاكمه يا ناس الدنيا طارت اياك طيب نقرأ الفاتحه وبعدين برضو مصمم فكرك انك تحرجني وما حقدرش اقول لا طب ايه رايك انه لا والف لا كمان اللي عاوز يديني صوته اهلا وسهلا واللي مش عاوز بالسلامه ولا اقول لكم انا مش مترشح من اساسه انا كنت عاوز اترشح عشان اعمل لكم هيبه ومقام بين الناس لما يبقى النايب منيكم لكن كنكم مش وش نعمه من دلوقتي عاد كل واحد فينا من سكه وكل واحد يشوف مصلحته المنظرة منظرتكم سلام يا هودي 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 سلام عليكم حاج وهبي بيه يا بيه يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا رفيع بيه ازيك يا وهبي اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا سعادة البيه ازيك عم مرزوق ان شاء الله تستنى سعادة البيه اتفضل احنا صابنا النبي اتفضل يا سعاده البيه اهلا وسهلا يا رفيع بيه هملونا دلوقتي يا رجاله خطوه عزيزه يا رفيع بيه بتقولي مين رفيع بيه العزايزي عندينا تحت في المنبره بذات نفسه لا لا مش مصدقه يعني انا هكدب عليكي وقاعد مع ابوي دلوقتي بيتودودوا بياخدوا يده في الحديد عشان تبقي تقولي حجاب الشيخ عزوز مش خبره ايه وايه لا لا انا غلطانه بس ايه تاني عاد مين قال ان الحديد يبقى علي انا امال هيبقى على مين علي يعني لازما على الانتخابات لازما عليها وماله خليه على الانتخابات وبعد كده ده يجر دي حد كان يحلم ان رفيع بيه بذات نفسه ياخد عتبتكم ما تاخذنيش يعني معك حد يبقى كده الرجل حتاخد على المطرح النهارده عشان الانتخابات وبعد كده عشان اللي بالي بالك امال ايه ده حجاب الشيخ عزوز والرزق على الله كانه صح يا موسى والله كانه صح اسمعني زين يا رفيع بيه انا سامعك يا ابي احنا دلوقتي في حد معانا غير ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله لا يا أبي زين الحديد أنا هقول لك طوالي على المفيد واكشف ورقي والله يا حديدي لد عليك خير وبركة ما لدش عليك كل واحد فينا من سكة ويا دار ما دخلك شر قول اللي عندك يا أبي أنا خابر زين أهمية الترشيح عنديك وخابر خوفك من ترشيح اقصادك خوفي؟ احنا قلنا ايه نكشف ورقنا وكيلك ربنا ما علينا انا لما نويت والنية لله ان اترشح
قلت انا هصرف على الترشيح ده من جنيه لمليون، وهم موجودين عندي جوا، بس انا مش هحتاج للصرف ده. خابر ليه؟ لاني معايا الناس اللي بتنجح، وعددهم زي النمل جوا البلد وبراها، يعني ناجح ناجح باختصار القول، وبإذن الله ومشيئته. طيب لما هو كده مشيع لي ليه؟ أنا مشيع لك عشان ما يخلصنيش إن هيبتك تضيع وزمن العزايز يروح على يدك وإنت ما تستاهلش. وحبي أنا بقولها من قلبي يا رفيع بيه وما غلطانش فيها. اقعد اقعد واسمعني للآخر، يمكن حديثي يجيلك على المرام. اقعد. ماشي قول. أنا مستعد أتنازل عن الترشيح دي. أنا هاخد مني إيه غير وجع القلب وعطلة مصالحي؟ ومش هتنازل وبس، لا، وساعدك كمان لحد ما تنجح. مش قصدي بالمال لا سمح الله، لأني خابر إنه ما يلزمك شيء، بس لو أمرت خزنتي مفتوحة على الآخر. أنا مستعد أضمن لك أصوات السوالم وقرايبهم في الناحية وبرا الناحية، وما خليش حد يوقف قصادك، واللي يوقف قصادك مستعد أديله اللي يملى عينيه عشان يتنزل لك، يعني تاخدها بالتزكية. وده كله قصادي يا وهبي. الشرط اللي قلت للشيخ زهران عليه؟ الله ينور عليك. اللي هو ايه؟ نسب يكون بيني وبينك. نسب؟ كيف يعني؟ بنت نفيسة ياخدها فارس اخوك. قلت ايه يا رفيع بيه؟ ايه خلاص بينا عادي يا رجاله. نعمل حاجه في المكان المفتوح ده. يلا يا رجاله دار امان، مش حقكم وصلكم. وصلنا وكتر خيرك، بس مالك الصالح انت. يلا يلا رجاله بالسلامه. يلا يلا يلا. بتبصي عليا عنديك يا ام اللي بيحصل بره ده؟ ايه في ايه؟ احنا مالناش صالح. مالناش صالح كيف يا رئيسة؟ يوه انا مش قلتلك يما؟ ما انت قلتيلي. طيب لما نشوف ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. انا هقابل سواهبي بكرة في جين. هي الصناديق اللي برا دي فيها ايه؟ يوه هي بتاعت سواهبي ولا بتاعت الراجل التاني اللي بيجم تلاتين؟ مش قلتلك يا ماما الناس صالح؟ اقعدي كلي. اكل اكل كيف؟ ومين له نفسي ياكل؟ يبقى قومي نعاسي جوه. ابدا ولا حيغمض لي جفن طول ما التهمه دي قاعده بره كده. ايه مالك يا نفيسه؟ في ايه؟ لا ما فيش يا ابوي. امال واقفه كده ليه؟ لا لا ولا حاجه. صح يا ابوي، قال رفيع بيه العزايزي كان عنديك النهارده؟
وفيش حاجة بتستخبى؟ كان جاي ليه؟ وبتسألي ليه؟ السلام عليكم. يا مرة اتأخرتك ده ليه؟ متأخرتي جنابك، هي مسافة السكة بس. بروح انت أنفيسة وما تسأليش في اللي مالكيش فيه، فاهمة؟ خير يا مرعي؟ كله تمام جنابك. الحاجة في الأمان؟ لو ما كانتش في الأمان ما كانش وصلوا بالسلامة. يعني أنت شفتها بنفسك؟ أنا شفت جمال محمل بصناديق مقفلة والرجالة بتنزلها ورا البيت. ورئيسة؟ أنا منبه عليها من عشية تكون بكرة عند جنابك في المكان اللي اتفقنا عليه. مش هتروح جنابك؟ فيه سعادتك؟ لا فيش حاجة. انت تأخرت الليلة، روح انت. اروح وهمل سعادتك؟ وانا عجران ايه يعني؟ لا سلامتك، بس برضك مقدرش. امري لله، اروح عشان خاطرك. بينا. تأخرت ليه يا رفيع يا ولدي؟ انشغلت عليك. يعني هروح فين بس يا أمه؟ اسم الله عليك يا ضناي، بس مش بعادتك. رحت الوهب السوالمي؟ رحت لحد عنديه؟ انا قلت لك يا اما عندي حد وعيلك كل السوالم. يا مرك يا ونيسه، يا مرك يا ونيسه. ليه بس يا اما ليه؟ بس أنا لما اتكلمت يعني اتكلمنا لحالنا. قال لك إيه يا ولدي؟ يا ولدي قال لك إيه؟ ريحني. هيكون قال لي إيه يما؟ يعني إحنا اتكلمنا عن الترشيح. ماني عارفة إنكم اتكلمتوا على الترشيح، ما الحد يتكلموا في جواز. قول لي يا ولدي قال لك إيه؟ أنا جاي منام، بعدين نتكلم. مفيش بعدين، قول لي دلوقتي. يما أنا تعبان. يا ولدي ريحني، هي كلمة ورد غطاها. عاوزة تعرف إيه يما؟ الشرط اللي قال عليه للشيخ زهران. هو مش قال مستعد يتنازل بس بشرط؟ أيوة يما. ايه هو الشرط ده يا ولدي؟ يا ولدي ريحنا الله يرضى عليك. يما ما عاوز ازعلك. هو يزعل؟ همليني دلوقتي الله يرضى عليكي. لا يا ولدي قولي كده، هو الفار لعب في عبي. هو عاوز يوصل لغرضه بس من ناحية تانية. هي الناحية التانية؟ هو كان داخل حكاية الترشيح دي ليه؟ مش عشان يكبر وينطح العزايزة؟ ايوه. اهو عاوز يبقى راسه براسنا بس من ناحيه تانية. ايه هي الناحيه التانية؟ نسب يما، نسب. نسب؟ نسب مع مين؟ هيكون مع مين يما؟ مع بنته دي اللي اسمها نفيسه. مع مين من العزايز يا رفيع؟ فارس يما، فارس. فارس؟ فارس ولدي؟
يا مصيبتي. تيجي بليه في شقة وفجينا لوحديكي؟ ليه؟ ما انا قلتلك عشية يما. قلتلي بس ما قلتليش ليه؟ ما عرفاش، هو شيعلي مرعي قالك دي. ما شاء الله، الله أكبر. ما هو فاكرك جاريته اللي ما تقولوش له واصل، لكن لما تحصل شقة وفجينا ولوحديكي يبقى له ألف له كمان. طب ليه بس يما؟ وكمان ما عرفاش ليه؟ كيف يعني تقابليه في شقة لوحديكي؟ طب ما انا بقابله هني لوحدينا، فرقت ايه؟ فرقت السما من الارض. هنا بردك اسمه مطرحنا، وانا طالعه ودخل عليكم. بس انت كمان واعيه لبنتك زين. واعيه زين، وعارفه ان محدش يقدر يمس منيكي شعرايا، لكن مش على كده. امال على ايه؟ على معنات الطلب يا رئيسه. تلاقيه جلف عقل باله، دي غزيه منين ما قول له هتروح يما. بلا اما بلا بوي، انت اصل عشق المخفي ده عم عينيكي. يا بيت اصحي يا بيت. انا صاحيه لنفسي كويس قوي. انت لا صاحيه ولا واعيه. تعالي اقعد يا ما افهمك. يا بيت قد ما عشقاه هو عشقك ويمكن اكتر، وقد ما انت ما تقدريش تستغني عني هو برضك ما يقدرش. بس الفرق ان عشقك مخوفك، خايفة تعصيه قوم يبعد عنيك، لكن لا ما تخافيش وجربي وشوفي. وعصيه بس ليه يما؟ مش بقولك عشقك مخوفك يا بت؟ وهبي ده مش بس مليونير وفلوسه ما تتعدش، لا وكمان داخل على عتبة جديدة، هيبقى من الحكام، وهو وحداني، لا عنده مرة ولا عنده عيل غرش، بس بيته دي ومسيرها تتجوز وتروح لحالها، وهو يقعد لوحده في سرايته الطويلة العريضة. فانتي إن ما تشعلكتيش في الفرصة دي هتفضلي طول عمرك غزية ومطمع للي يسوى واللي ما يسواش، ولما تكبري تبقي بكتير وزي أمك، بس كمان من غير بنت زيكي. قصدك إيه؟ انتي لسه ما فهمتيش قصدي. يا بيت يا بنت اسمعي كلام امك وبكره تدعيلي، ولا انت لد عليك عشتنا دي؟ يا مناس زينا كده وجات لهم الفرصه دي وبيجوا هوانم. هوانم؟ ايوه، امال ايه؟ معلوم. بس انت اسمعي كلامي وبكره تشوفي. طب اعمل ايه يعني؟ اهو ده الحديث اقولك. أمه، صباح الخير. صباح الخير يا ولدي. ايه صحيتي؟ صحيت. وانا نمت عشان اصحى. قول لي يا رفيع، ناوي تعمل ايه يا ولدي؟ ربنا يعمل اللي فيه الصالح يا أمه. ونعم بالله يا ولد. بس عايز اعرف ناوي تعمل ايه يا ام؟ الله يخليكي الله يخليكي، ما تشغليش بالك، انا مش ناقص. ما شغلش بالي كيف؟ ده فارس ولدي المتعلم المتنور زين شباب العزايزه، كيف ياخد بنت وهبي السوالمي اللي كان معدود من خدامينا؟ يا ام، وهبي ما كانش من خدامينا. ليه؟ مش ابوه مرزوق الكلاف ده؟ انت لو رحت لحد الزريبه البهايم هتسال عليه. وتروح له ليه؟ عشان معاه القرش؟ ملعون ابو القرش. واه يا ما، ويعني انا باصص لقرشه برضك؟ كلامك ده مش مريحني يا رفيع. وانا قلت حاجه يا ما؟ كانك قلتها يا ولدي. ويكون في معلومك لو عملتها او فكرت فيها انا مش هوقف لك لوحدي، لا ده انا هجوي عمك ابو القاسم يعمل في وهب اللي كان هيعمله. واه يما، وبقول ايه ولا كرريها تاني؟ طب ناوي تعمل ايه يما؟ وانا اللي هتجوز؟ لكن الحكم في يدك. طب اسمعيني يما، اسمعيني من غير ما تتعصبي. قول يا رفيع. انت مش عاوزه فارس يتجوز بنت وهبي ليه؟ انت هتجنني يا رفيع. يما قلت لك من غير ما تتعصبي، جاوبيني.
مش هجاوبك على السؤال لانك عارف جوابه. انا هقول لك، انت مش عاوزاه يتجوز بنت وهبي علشان مش من مقامه، صح؟ معلوم. ولو اتجوزها هبت العزايزه هتتهز لانهم هيناسبوه السوالم، مش كده؟ هديك قلتها. طيب لو وهبي نجح وبقى هو النايب وانا سقطت قدامه، يبقى ايه الحال؟ هبت العزايزه هيجرى لها ايه؟ يبقى ياما تتهز ولا تروح نهائي؟ ما تفرقش. لا تفرق ياما، على الاقل وهبي دلوقتي معدود من اعيان الناحيه. ياما الله يخليكي، انا عارف انا بعمل ايه وعارف الصالح فين، وكفايه كفايه عليا العزايزه لما يعرفوا هيكونوا اول ناس حرب عليا. ده غير فارس لما هقول له، فعشان خاطري انا مش ناقص ياما، مش ناقص. اهلا اهلا، خش برجلك اليمين. انا فين؟ في بيتك ومطرحك. انزل استناني تحت يا مرعي، انزل. ما تنحليش كده. الله وليك يا وحش يا رئيسة. كتر خيرك. تخابر ان انا من هني ورايح، مش هقدر اروح عنديكم. وانا قلت لك ليه، اجرت لك الشقه دي نتقابلوا فيها بعيد عن العين والكلام. ايه مالك بتبصي لك ده ليه؟ لان لو حد غيرك قالها لي يمكن كنت طبقت في زمارة رقبته. بالاذن. استني بس يا مجنون انت، ايه فيه ايه؟ وكمان معرفش فيه ايه؟ لا معرفش. انت فاكرني ايه يا سي وهبي؟ انا صح بحبك لكن مش خاطية ولا حكوم. خاطية؟ اعوذ بالله، مين جاب سيرتك دي لا سمح الله. طب بالاذن. استني بس ما تبقيش مجنونة، اقعدي اقعدي. مش كده الحديث اخذ وعطى. مفيش اخذ وعطى، انا لما البلوى اياها اللي جات عشيه وام وعيت للناس وهم بيخزنوها انا ما كنتش جيت. انا جيت بس عشان اسال هتتشال ميته. لا ما تحمليش هم هالحاجه دي، اصحاب النصيب هيشيلوها يا الليله يا بكره بكتيره. كده؟ طب بالسلامه وحقي يا جيل الحد. حقك بس يا رئيسة. سي وهبي انت عاوزة ايه بس؟ انت خابر. لا ما خابرش. طب ان كنت عاوز تشوفني يبقى تجيلي في البيت قدام امي، انما لو ما قادرش وعاوز تشوفني هني يبقى بحلال ربنا. ايه بتقولي ايه؟ وساعتها بقى جريتك وتحت رجليك. ايه كتير علي؟ لا مش كتير ولا حاجه، تخابره مع عزتك عندي بس ظروف، يعني ظروف. خلاص لما تتعدل الظروف دي بالاذن. استني بس. فيه ايه تاني؟ الكلام ده جديد يا رئيسة. واللي عملته يا وهبي جديد برضك. يعني ايه يا رئيسة؟ يعني كل واحد فينا من سكة يا وهبي. وحتقدر يا رئيسة؟ قال بدوس عليه برجلي بالإذن. يما يما الله يرضى عليكي، ما تزوديش أمي.
يما دمعتك دي غالية عليا قوي. طب انا بيدي ايه بس اعمله؟ بيدك تعمل كتير. اموريني انت الوحيدة اللي تقدري تأمريني. ده فارس يا ولدي، كيف ياخد بنت السوالمي؟ طب اختار انت يما. اختار ايه بس؟ اختار العزيزة ينتهوا كيف؟ احنا لسه على البرة. خلاص يما خلاص، انا هتنازل عن الترشيح ده ونخلص من الموال ده كله. انا ما كنتش عاوزها من الاول، وبركة يا جامع، بس ما تقولي ليش وصية المرحوم عاد وما خبرش ايه. هسيبها لعم ابو القاسم هو يتصرف، وانا عارف تصريفه اللي هيوديه محكمة الجنايات. حينهي على العزيزة نهائي لو عمل اللي بيفكر فيه مع وابي. يا نصيبتي صدقيني يا اما اخف الاضرار اللي بيقول عليها وهبي ده. الهي ما يوعى. وبعدين يعني البت بيقولوا حلوه وتعلمت شويه. عندك يا اما حل تاني؟ يعني انت ضامن ان فارس هيقبل؟ لازم ان يقبل. لازم ليه يعني؟ يعني هو هيعصاني ولا هيرضى انه هو يضيع العزيزه؟ بيتهيالك ده ولدي وانا عارفاه. ما هو كمان يعني يا ام رفيع البركه فيكي. البركه فيا؟ عايز نحليها في عينيك؟ عرفت العلوان. امال ايه؟ حط الورقه دي في جيبك عشان لو تهت تبقى تسال. اشوف كيف بس ساعه البيت ده انا مرعي. يعني جينا دي ابرمها كلها في ساعه زمن. مفيش فايده فيك، هتفضل طول عمرك غشيم ومتعافي. المهم عرفتها تعمل ايه الليله؟ ايوه، هقول للرئيسة اللي قلت لي عليه، وبعدها هقابلها الصبح في معط الجنة. انا مش على الصبح، انا على الليله. ايوه الليله هربط في القهوه لغايه ما يظهر داوود. جات لك على الطبطاب الحكايه دي. في جنابك اللي امرتني. المهم اول ما توعاله تقول له على الظرف اللي منعني اني اقابله، وتفهم منيه المصلحه توصل ميته. حاضر جنابك حاضر. وان اتفاقنا زي ما هو، يحطوا المصلحه مطرحها اللي اتفقنا عليه ويهملوها، ملهمش صالح واصحاب المصيبه هياجوا ياخدوها. حاضر جنابك. وصفه جنابك انه ما جاش. تستنظره كل ليله لحد ما يظهر. حاضر جنابك. مش بقول لك جات لك على الطبطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا ابوي فيه ايه؟ روح يا مرعي اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر جنابك بالاذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اكرمني واغفر لي وسامحني وتوب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم تولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. مين؟ بكري؟ بكري مين؟ بكري واد عمنا. بكري ده لنفيسة بنتي؟ ليه؟ هي الدنيا خربت؟ وخربت ليه يا وهبي يا ولدي؟ معقول يا ابوي قد بنتي لبكري اللي بتقول عليه ده؟ وما تدهلوش ليه؟ مش واد عمنا؟ واد عمنا لكن شحات. شحات كيف؟ ده مدرس ومتعار للخليج وعامل قرش زين. عامل كام يعني؟ وانا هقول له عامل كام عاد معاه وخلاص. مهما كان اللي معاه ده ابوه ذات نفسيه، لولا الخمس فدن اللي انا اديتهم له يزرعهم في ارضي
كان دار شحت على البواب، ولا كان علم ولده، ولا كان دخله مدارس من أصله، وكان آخر ما عنديه يعزك في أرض العزايزة. يا بوي يا بوي دي نفيسة، يا أي بنت ياك؟ يعني مش هتجوزها؟ لا هتجوزها. هتجوزها مين؟ إذا كان ده خامس عريس وإنت ترفضه. إن شاء الله يكون عاشر حتى. واه يا بوي، أنا مرتب لها الترتيب اللي يستاهلها. مرتب لها؟ ليه؟ أنت هتدور لبنتك على عريس؟ وما دور لهاش ليه؟ إيش بيقولوا أخطب لبنتك ولا تخطبش لولدك؟ واه يا بوي، انت ما تعرفش انا بفكر في ايه، فما تخربط ليش الترتيب الله يرضى عنك. وحقول للناس ايه بس؟ ناس؟ ناس مين؟ انت بتقول على دول ناس؟ انت صدقت؟ هملني انا اللي اقول لهم، انت مش بلغتني وخلاص. انت حر ببيتك، ان شاء الله تعنسها حتى. اعنسها انا؟ بك الرجال ليه؟ هو الفقر توحشنا ولا ايه؟ برضو عملتها فارس؟ عمر يا سيدي الف مبروك وربنا يتمم بخير يا رب. على فكرة انا عمري ما خدت بالي من اهمية ومعنى الجملة دي الا في حالتك دي. بس معك حق، بس تعرف انا على قد ما ارتحت لما كلمت عن غزال وفتحته، على قد ما بقيت قلقان، شعور عمري ما حسيته قبل كده. طب بس احكي لي كده بتفصيل ممل، رد فعلهم كان ايه بالظبط؟ ما اعرفش. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش من الفرحه مثلا؟ ابدا ابدا. ازاي يعني؟ يعني اصلا ما قدرتش استشف منهم اي حاجه، لا بالقبول ولا بالرفض. ليه؟ معرفش، يمكن عشان الموقف اللي انا كنت فيه. اصل الموقف ده صعب بشكل يا اخي، لدرجة ان انا يدوبك قلت الكلمتين بالعافية ورحت واخد بعضي وجري. انا شخصية مش شايفة غريبة بعد ما حكيت لي عن شخصية عم غزال ده. مهما اقولك مش هتتصور. طب يعني هو ما قالكش اي حاجة؟ سألني كم سؤال كده بس. سؤال زي ايه مثلا؟ يعني الاسئلة اللي هي بتاعت فكرت كويس ولا لا، سألت أهلك ولا لأ، حاجات الأسئلة دي أنت بتعرفها. آه أو يعني ليه بقى؟ يبقى زي ما بيقولوا يا بطل، راحت السكرة وجات الفكرة. قصدك إيه؟ كمان تلات ليالي؟ دي كتيرو على طولك ده؟ أمال أنت فاكر إيه؟ دول ناس بتوع شغل ومصلحة. يلا روح لصاحبك عادي وقول له. طب أقول له الترتيب حيكون كيف؟ المركب هتكون في عرض البحر قدام مرسى علم مستنظرة الإشارة، والأمانة هتتدلى زي الترتيب اللي احنا بنعملوه مع الصنف. ده زين قوي. ايوه بس انت تقولنا الجمال اللي هتحمل هتروح على فين عشان نبقوا عاملين ترتيبنا وعارفين خط السير. اقول للراجل وديك الفايدة. ايوه بس على طول عاد، ما عايزينش عطلة. لا عطلة ايه؟ ده انا شرقان على الاخر. الحكاية مش حكاية فلوس يا وصاحبه، الحكاية ان الناس دول ما يحبوش المركب تقف كتير في عرض البحر، الدوريات هناك على ودنه، وبعدين الامانة دايما زي الصنف يقدروا يصبروه في المية، دي لازم تتحمل في فلوكة وانت خابر عاد. فاهم يا ابو صاحبه فاهم. طب يلا على طول ورينا الهمة. امال انا هروح اقابله بس امن سكة الاول. ماشي بس يلا على طول عاد مفيش وقت. سمعت الكلام ده بودنك يا موزة؟ يا نصبتي بكري يا ست نفيسة، صاحبي بيه مرضيش 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 بيه اللي ما بتفهميش انتي. انا سامعاه بودني يا ست نفيسة. هو بيقول كده بس، انما ما يقدرش، ده وقت انتخاب وما يقدرش يزعل السوالم. واه انتي فاكرة ايه؟ انا عارفة ابوي عاوز الترشيح ده كده، السوالم هم سكته ليه وسنده فيه، مش مهم يعمل اي حاجة عشان يرضيهم. ان شاء الله حتى يبيعني في سوق الجواري، مش انا بس، ان شاء الله حتى يبيع نفسه. انا عارفه ابوي كويس. يا نصيبتي يا نصيبتي يا موزة. طب بس مش كده، اهدي بس يا ست نفيسة. اهدى كيف؟ هو الشيخ عزوز بتاعك ده عمل حجاب ليه؟
اعمل حجاب محبل اللي في قلبي ولا حجاب يرميني بيه في النار. انتوا قولي يا ست نفيس اللي بتقوليه ده لا ممكن يحصل. الشيخ عزوز ما يغلطش واصل. لا غلط. طب وديني وايماني لو كان ده حصل لموت وموت وموت نفسي. مش مصدقاني؟ طب ابقي شوفي. ده يلا يكون الكلام ده صح. صحي انا هكدب الكذبه واصدقها. قلتهولي بالعز طريق السلامة. دبة النملة. إيش معنى المرة دي؟ ما تقلقيش نفسك يا ست نفيسة وهم الحجاب الشيخ عزوز يعمل شغله وانا حيجيلي صبر. واه واحنا هنعمل ايه طيب؟ البت بدور قريبتك ما سمعتش حاجة هناك؟ لا ما تشغليش بالك جوك دي. الحكاية باينة زي عين السمس. باينة كيف؟ إذا كنت أنا سألت وما بنش عليه حاجة. واه واه وانت عاوزة يبان على سواه ببيع؟ كيف؟ ده لو بان على كل الناس ما يبانش عليه. وانت مش خبر ابوكي؟ بس اطمني هما لما يرتبوا ويتفقوا والحديث يبقى جد حيقول ويقول كمان. هو لو كان كده مش كان فارس جه؟ لا الحديث في الوقت ده مع الكبارات. طب والحجة ونيسة مش كانت تاجي تشوفني؟ الحجة ونيسة؟ طب وحتاجي لمين؟ ما تأخذنيش يعني لو المرحومة أمك كانت موجودة كانت جت وقعدت معاها. لكن دلوقت حتقعد مع مين؟ مع سواه بيبي ولا الحج مرزوق؟ معاكي حق. اها ما تعشمينيش يا موزة الله يخليكي. الأحسن انت بتقولي دي لو طلع مش صح أموت فيها. بعد الشر عليكي ما تقوليش كده. بكرة نكتب الكتاب ونعلو الجواب وموزة تاخد حلاوتها. يا رب يا رب. Thank you.
تنظر يا ولدين. لا شيء. هل انتهيتم؟ الحمد لله. ما الأخبار؟ كله على ما يرام. الأمانة تكفينا وتكفي سائر الإخوان. بتعملي إيه يما عنديك؟ أنا حاسة إن في حد بره. مش كده يما أمال؟ إيه يا رئيسة؟ إيه؟ مالناس صالح؟ مالناس صالح كيف؟ اسمع الكلام وخلاص. لا، أنا لازم أعرف إيه اللي بيجرى بره. يا مصيبتي، ده كان أخوه اللي معاه دول. قلتلك يما مالناس صالح. طب هو وهبي معاهم في اللي بيعملوه ده؟ يما. طب بس كيف؟ هو مش هيترشح؟ وبعدين كيف يبقى معاهم في اللي بيعملوه وهو صاحب كوباية؟ أديكي قلتيها. والله أنا لا بقيت عارفة راسي من رجلي. يبقى أحسن. طب هم كده يبقوا خدوا حاجيتهم وخلصنا؟ هي ما شفتي بنفسك أهو. الحمد لله الحمد لله. نهايته عملتي ايه النهارده مع وهبي؟ زي ما قلتي لي. ها وهو عمل ايه؟ ما عرفاش. هتبقي تشوفي وتدعي لامك يا عالم. هو ده التصريف اللي قال هيتصرفوا؟ يروحوا لوهبي وفي منظرته؟ وانت مين اللي قال لك كده؟ اطلع اسال يا عمي، هتلقى البلد كلها بتتحدد. ما خلاص خلاص على كده، هبت العزايزة راحت وضاعت. وايه بس اللي ضيعها؟ اسكت انت، اسكت انت يا سنيورة. ما قولش رأيي يعني؟ لا ما تقوليش. هملها تقول رأيها صبري، انا عاوز اسمع. قول يا نجات. انتوا خبرين ان رفيع به واد عمي اول واحد فيكم يحافظ على هبت العزايزة، واول واحد فيكم. بس 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 بزيادك يا اختي بزيادك. اول قصيدة كف. ما قلت لك سيبها يا صبري. ده طب واللي عاوز يحافظ على هيبة العزيزة يا بنتي يروح لوهبي الحديه ويترجاه؟ قول لها يا عمي. ومين اللي قال انه ترجاه؟ اما رايح له ليه عاد؟ اسألوه، هو لازم ليه نظرية في كده. نظرية سامة يا عمي؟ بتقول لك نظرية. طيب يا ام العريف. واه، هو اللي يقول الحق تتمجلت عليه. حق حقي انت مش قلت رأيك؟ اسكت يا عاد. اديني سكتت وماليش صالح. ايوه مالكي الصالح، مالكي الصالح خالص. ها يا عمي هتعمل ايه؟ ما خبرش لسه، انما زي ما قالت نجات هروح له اساله. طب وان طلع اللي انا قلته صح هتعمل ايه؟ ساعتها انا هيبقى لي تصريف تاني. ايوه هتعمل ايه يعني؟ ما قلت لك ما خبرش لسه. ما انت لازم تعرف يا عمي عشان يبقى حديثنا قدام واحد. ليه؟ هي ربطي اياك. قلت لك اسكتي اسكتي لسكتك. ايه يا عم هتعمل ايه؟ اوه يا صبري، قلت لك هم مني انا ما طايقش خلقاتي. يا عمي ما هو لازم كمان. اوه انا اللي هعملكم. هتروح على فين بس؟ رايح له. والله يا رفيع بيه ما غرضي اعرف ايش صوت اللي قاله وهبي السوالمي عشان يتنازل، انا مش فضولي. حسنا الله يا عم الشيخ زهران انك تكون فضولي. انا كل غرضي ان اطمن عليك. طمن يا عم الشيخ زهران، انا بخير. مش باين يا ولدي. ليه بس يا عم الشيخ زهران؟ وعليك مهموم وباين عليك الفكر والمشغولية. ولا كلامي مش صح؟ ادعي لي يا عم الشيخ زهران، ادعي لي. ربنا يتولاك يا ولدي ويتولى عباده الصالحين. اطمن اللي زيك لا يخزيه الله ابدا. والله يا مولانا كلامك بلسم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا عمي تفضل. بالإذن يا رفيع بيه. استنى يا شيخ زهران. خير يا سعادة النائب. اقعد اقعد يا شيخ زهران. تفضل تفضل يا عمي تفضل يا صبري. يا شيخ زهران ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي لا سمح الله.
مش انت عامل مرسال بين رفيع بيه ووهب السوالمي؟ مرسال؟ عمي معلوم عاوز يبقى كبير بناتنا. ولا كلمة زيادة يا صبري، والحق يزعل ولا ايه؟ الله يرحمك، الله يرحمك يا عم سلطان بيه يا سبع، لولاه كان زمان ولدي الوقت بيقرع الطرب. ايه اللي حصلت يا صبري؟ لا لا رفيع بيه، الله يسامحك يا ولدي. اطلع من بيتي يا صبري. لا لا، ما لكش حق في الكلمة دي يا صبري. حقك علي يا شيخ زهران، امسحها فينا. استغفر الله العظيم يا ولدي، سلام عليكم. ثلاثة بالله العظيم ما تطلع، هو اللي يطلع. اطلع من بيتي يا صبري. ما عاوزكش تزعل مع واد عمك بسببي يا ولدي. مش بسببك يا مولانا، بس أنا يعني صبر عليك وهو ساك فيها. وأنا قلت يطلع من هنا يعني يطلع من هنا، ودلوقتي حالا. ولو ما طلعتش مش هندهلك الغفير دمران يطلعك، لا انا هرميك بايديا دول. واه ما توصلش لك دي يا رفيع بيه عاد. لا توصل يا عمي، لما يهين الراجل الفاضل ده توصل، واحمد ربنا لو انتهت على كده. لا هو عليه عليه يا واد عمي، انا طالع الحاله ها، وما ترجعش هنا تاني الا بادبك، مفهوم؟ اقعد اقعد يا شيخ زهران. ثلاثة بالله العظيم لا تقعد، اتفضل يا راجل. ايدي اتفضل. لا ومش هتقعد هنا، هتقعد مطرحي. واه استغفر الله العظيم. يعني احلف ثاني؟ لا 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 ولدي. معلش يا بابا، أنا هعمل حضرتك واحدة تانية. لا لا لا، خير خير، ده القهوة خير، أنا ما بيفرقش معايا الوش في القهوة. يا بابا دي مش هتاخد مني دقيقة. خلاص يا ستي أهو. بس ها ايه رايك يا فرحه، فكرتي ولا لسه محتاجه وقت؟ في ايه يا بابا؟ انا مستنيه راي حضرتك. مالكيش دعوه برايي، انا عايز رايك انت. وزي ما قلت لك الراي الصريح في الجواز لازم يا بنتي، وانا ليكي علي حق النصيحه وبس. طب ونصيحتك ليه يا بابا؟ لما اعرف رايك الاول. زي ما قلت في الاول، بس اسمعها منك يا بنتي، اسمعها صريحه عشان ضميري يستريح. هو حضرتك مش موافق يا بابا؟ مش بالظبط يا فرحه بنتي. ازاي يعني؟ والله انا كنت في الاول ميال لعدم الموافقه، انما بعد ما استخرت جت في ضميري حاجه كده. حاجه ايه بابا؟ خفت اكون السبب في عدم سعادتك، لان جايز فارس بيه يكون شاب جد واخلاقه كويسه وبيحبك من قلبه، اما حرمك من السعاده والخير. وجايز كمان ما يكونش كده، يبقى هتسبب لك في جرح يا بنتي حتى الزمن نفسه عمره ما يعرف يداويه. انت بتعيطي يا فرحة؟ لا يا بابا. لا إله إلا الله. طب بس بس يا بنتي، أنا واثق إن ربنا مش هيتخلى عننا وحينور لنا بصيرتنا ويهدينا للصح. احنا عمرنا ما اذينا حد، ماشيين على طوعه ومؤمنين بيه وبنأدي فروضه، يبقى ربنا مش هيتخلى عننا وهو بصير بأباده. بس انا عايز منك وعد. تحت امرك يا بابا. لو ربنا ما قسمش مش عايز الحكاية دي تأثر عليكي، تحمليها بعزم، لان الدنيا يا بنتي على ده الحال ما بتديش دايما.
انا بقول لك الكلام ده لاني عارف انك انت مياله لي قوي. ربنا يجنبك السوء يا بنتي. عن اذنك. يا ابني اتقل مش كده. اتقل ليه؟ مش كفايه كده؟ لا مش كفايه ولا حاجه. انت يا دوبك قايل لهم ما بلاكش يومين ثلاثه، ايه دي ناس فرصه افكروا؟ ليه؟ هم لسه هيفكروا؟ يا سلام. انا ما اترفضش. لا انت ما اترفضش طبعا، بس في الظروف العاديه حضرتك. طب وايه الظروف الغير عاديه هنا؟ انت بتغلط نفسك ولا ايه؟ انت مش قايل نفسك قبل كده ان عم غزال ده زمان ودلوقتي طاير من الفرحه؟ ده قبل ما تحكي لي عن شخصيته. طب بلاش دي. انا واثق بقى ان فرحه بتحبني وابوها استحاله يقف في طريق سعادتي. يا فارس المساله مش بالبساطه دي، فبلاش تسرع. تسرع ايه؟ خير البر عاجله. طب بلاش كل ده. انت نفسك فكرت كفايه؟ طبعا فكرت. فكرت في نفسك؟ قصدك ايه؟ انت عارف حبيبي. قصدك يعني البلد عندنا؟ الخص الاول بس من عم غزال وفرحه، وبعد كده ابقى اروح اقول لهم على مهلي. طب يا حبيبي بعد ما تقول لهم بقى وتفهمهم على مهلك، ايه بقى اللي هيحصل؟ في ايه؟ انت جاي تقنبني ولا ايه؟ اخلص من الصعب الاول. الصعب هناك في البلد يا حبيبي، والسكينه بقى هي اللي سرقاك، والحب اللي هبط عليك من السما زي القضا المستعجل هو اللي عامي عينيك. لا لا عامي عينيا ولا اي حاجه. انا فكرت كويس قوي، واذا كان على الحاجه واخويا رفيع انا واثق ان هم مش ممكن يقفوا في طريق سعادتي. خلاص بقى يا عم طارق ما تعطلنيش. يلا يلا بالسلامه. بالسلامه بقى يا طارق. يا ساتر. هو خلاص عادي يا رفيع بيه، المسامح كريم. ده الشيخ زهران ذات نفسه اللي كان الحديث عليه سامح في حقه. حتى لو ما كانش مسامح احنا ايه؟ لا خلاص على كده بلاش، خلونا في المهم. الاول رفيع بيه يقول انه سامحك. سماح سماح يا رفيع بيه يا واد عمي. قرب قرب، حب على راس واد عمك. كبرنا يا صبري. قرب سماح يا واد عمي. خلاص 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 على راسي. خلاص يا صبري خلاص. اقعد اقعد اقعد. واه احنا خبرين ان رفيع بيه قلبه كبير. طب خلونا في المهم عاد. ايه هو المهم ده يا عمي؟ هو في غيره اللي عملته وسمعناه كلنا يا رفيع بيه يا كبيرنا. قال انت رحت الوهب السوالم الحديف ومنظرته. هي محاكمه ولا ايه؟ ليه بس كده؟ حاشا لله يا رفيع بيه. ما هو باينه. يعني حصل. ايوه حصل يا عمي، بس قبل ما اي واحد فيكم يقول حاجه انا هقول لكم واسالكم. انتوا عايزين العضوية تبقى في العزايزة ولا تروح منيها؟ واه وده كلام برضك يا رفيع بيه. يبقى خلاص ما حدش يسألني. أنا ما يهمنيش تكون ليا ولا العم أبو القاسم ولا لأي حد فيكم. أنا كل اللي يهمني إنها ما تروحش من العزايزة. وما دام أنتوا موافقيني على الده يبقى خلاص أنا اللي أتصرف. وإلا هبري ذمتي منيكم وتتحملوا اللي يحصل. يا رفيع بيه يا واد عمي مهما كان ما توصلش لكده. ايه هو الكده ده؟ انك تروح لوهب السواد من حد عندي وتترجاه. اترجاه؟ وانت فاكر ان الرجع هيحل المشكل؟ كيف يعني؟ يعني لو كنتوا فاكرين اني لما اترجاه انه يتنازل قوم هو يتنازل تبقوا غفلانين وعايشين في وهم زي ما انتوا غفلانين وعايشين في وهم في حاجات كتير. امال ايه اللي هيخليه يتنازل؟ قرعات؟ لا احنا عاوزين نعرفه برضك. قبل ما تعرفوا انتوا متفقين معاي ان وهبي راجل مش هين ولا لا؟ ايوه. وانه معدود من كبارات المحافظه ولا لا؟ ايوه. ايوه ولا لا؟ برضانا ولا غصب عننا هو كده؟ وما دام كده يبقى خلاص اي حاجه اشوف فيها المصلحه اعملها ما دام ما فيش منيها ضرر، لانهم زي ما بيقولوا ادي الله ادي حكمته. ولا ايه رايك يا عمي؟ رايي قلته قبل السابق ومحدش سمعه. عنك انت تقتله عشان نروح كلنا في حديد؟ مش احسن ما يقتلنا كلنا واحنا على وش الدنيا؟ يعني ها اقتنعت انه لو اترشح هينجح وده فيه نهايتنا؟
على كل إن أنا سويت معاه المسألة دي. سويتها كيف يعني؟ هاخد بنته لفارس أخوي. سامعين يا عزايزة؟ بتقول إيه؟ بقول اللي سمعته يا عمي، وهي دي الطريقة الوحيدة وما فيش غيرها. أنا قلت اللي عندي، وعليكم أنتوا تختاروا، يا النسب يا ضياع العضوية. أنا ما عاوزهاش، وأنتوا أحرار، اعملوا ما بدلكم. يا ابني أنت مش شايف إنك مستعجل شوية؟ أبدا يا عم غزال، إلا يعني إذا كنت يعني مش محل قبول لا سمح الله، فقولي وريحني. أستغفر الله، ليه تقول على نفسك كده يا ابني؟ ده أنت تشرف البشوات، فما بالك إحنا؟ يا عم غزال، أنتوا عندي أهم من البشوات. ربنا يكرمك يا ابني. بس يا ابني أنت فاجئتنا، وده جواز، وجواز مش عادي كمان. ليه مش عادي يا عم غزال؟ واحنا اللي هنعيد ونزيده يا ابني. طب خلاص يا عم غزال، ممكن بعد اذنك يعني تقول لي رايك. انا بقى يا ابني اللي قلقني استعجالك ده. ما تقلقش يا عم غزال، اللي انت تطلبه. اطلبه ايه؟ قصدك فلوس يعني؟ لا ما صوتش كده يا عم غزال، اي ضمانات انت تحبها. ضماناتي يا ابني هي بيعه وشروه، ده جواز، وجواز بنتي الوحيده، والضامن فيه ربنا سبحانه وتعالى وضمير الواحد. عندك حق يا عم غزال، وربنا شاهد، بس انا بتكلم عن الشكليات المعتاده في الجواز، الشبكه، المهر، واي مبلغ حضرتك تحدده انا مستعد ادفعه فورا. يا ابني يا حبيبي الحكايه مش كده بالظبط، هو انا بقول ايه من الصبح؟ ليه يا عم غزال؟ مش دي الشكليات المعتادة عند كل الناس؟ لا إله إلا الله، مش بقول لك إنك مستعجل. طب خلاص يا عم غزال، ممكن بقى أعرف رأيك دلوقتي؟ أنا بقول إدينا فرصة شوية. ليه يا عم غزال؟ ليه؟ هتسأله عني؟ طب والله العظيم، والله العظيم أنا كل كلمة قلتها لك عني وعن عيلتي كلها صحيحة. والله أنا مصدقك يا ابني، وكمان بيبان. أمال إيه؟ عن شخص أنا يعني؟ أنا مش هكدب عليك يا عم غزال وأقول لك إن أنا كنت ملتزم قوي، إنما أحلف لك بإيه؟ إن أنا من ساعة ما شفت فرحة بقت هي وعيلتي الجديدة إن شاء الله كل حياتي. أنا مقدر صراحتك ومصدقك كمان. طيب ها قلت إيه بقى؟ يا ابني يا حبيبي ما تضغطش عليا بالشكل ده. طب يا عم غزال أنت سألت فرحة عن رأيها؟ طبعا يا ابني، أمال هجوزها غصب عنها. ايه مش موافقة؟ والله هي تقول لك بقى بنفسها. فرحة فرحة. ايوه يا بابا. تعالي يا بنتي اقعدي. ازيك يا فرحة؟ الحمد لله. قول الفارس بيه عن رأيك. قول يا بنتي ما تكسفيش. الرأي رأيك يا بابا. أحلف لك يا فرحة إنك عمرك ما هتندمي، ولا عم غزال طبعا، هخليكي أسعد واحدة في الدنيا. أنا مصدقك يا ابني. طب نقرأ الفاتحة بقى. لا يا ابني فتحتي دلوقتي. أمال إمتى يا عم غزال؟ انت قلت لأهلك؟ لا لسه. طيب لما تقول لهم. ما انا طبعا هقول لهم. ولما ييجوا معاك مش الاصول كده برضو؟ طبعا. اطمن يا عم غزال، انا اخويا رفيع بيه ووالدتي الحاجه ما يأخروش عني اي طلب. ده مش طلب يا ابني، ده نسب. قصدي يعني ما يقفوش في طريق سعادتي. نتمنى على الله يا ابني. يعني ايه؟ يعني اهي فرحه موافقه وانا ما عنديش مانع ويشرفني، ولما ست الحاجه تشرفنا ومعاها البيه اخوك ساعتها اوصلها لكم يا سيدي لحد البيت بفستانها. ايه يا ابني انا قلت حاجه زياده عن الاصول؟
لا عم غزال عداك العيب، ان شاء الله ما فيش مشكله، انا هكلمهم. لا انا هروح لهم بنفسي. خلاص واحنا في شرف الانتظار. بس انا كان ليا رجاء عند حضرتك يعني قبل ما اسافر لهم. امرني يا ابني. الامر لله يا عم غزال، انا بس كنت عايز اعزمكم حضرتك وحماده وفرحه نقضي كده يوم بره البيت في اي حته. طيب مش ناجلها لما نقرا الفاتحه؟ عشان خاطر يا عم غزال، اصل انا عايز اسعد بصحبتكم قبل ما اسافر البلد. ايه رايك يا فرحه؟ فارس به واد عمي يتجوز نفيسة بنت وهبي السوالمي. وعيت للويل اللي انا فيه يا نجات. انا والله ما مصدق وداني. وحق من سمعك يا بنتي، انا من ساعة ما رفيع ولدي ما قالي وانا لا باكل ولا بشرب ولا بنام، وبدعي من ربنا ان يكون كابوس واصحى منيه، لكن افوق القاه حقيقة. طب وايه اللي جبرنا على كده يا مرات عمي؟ ايه اللي خلينا نرضى بوكسه زي دي؟ حكم الزمن يا بنتي. زمن ايه؟ ليه؟ عشان اللي ما تتسمى الانتخابات. واه وايه دخل ده في ده؟ بيقولوا ان دي السكه الوحيده اللي بيها يتنازل المخفي وهبي عن الترشيح. يتنازل؟ ما ان شاء الله عنيه ما تنازل. واه وياخدها من رفيع ولدي؟ ده كان سلطان بيه اتجلجل في نومته. وياخدها منيه ليه؟ هو رفيع به واد عمي هين. هو قال كده. مين اللي قال؟ رفيع ذات نفسه. كيف ده؟ قال ايه الناس والفلوس مع المخفي وهبي. قطعت الناس والفلوس سوا. مش بالكلام يا بنتي، يعني انا دلوقتي بين نارين، ان اخترت واحده التانيه هتحرقني. بعد الشر عنيك يا مرات عمي. بس يعني طيب وهبي هو اللي شرط كده؟ رفيع قال ان هم اتفقوا، لكن ما عرفاش مين اللي بدا. اتفقوا؟ ايوه. طب والعزايزة عرفوا؟ زمان رفيع قال لهم. يا نصبت يا نصبت، ده ابوي زمان تهد الدنيا، وصبري جوزي هيولع فيها نار. وده كمان هم لحاله، ربنا يستر. ابن الابل سوابي لازما هو اللي رتبها وبدا بيها. واد عمي رفيع بيه ما تخطر لهوش على بال الحكايه دي، واصل يا عالم؟ اه حسبها في عقل باله وقال اكسب من اي جهه، ان ما كانش الترشيح يبقى النسب. طب حد يرخص بنته كده؟ وده يهمه ده غيرش انه ضامن ان رفيع ما حيقولش لحد ان هو اللي خطب لبنته، ويبان قصاد الخلق ان احنا اللي طالبينها. ولو اتكلم هيرجع في الاتفاق ويبقى كسب الانتخابات. اه مش بقول لك هو الكسبان من كل جهه؟ رتبها ترتيب شيطاني. الهي ما يوعى. بس في اهم حاجه برضك يا مرات عمي انتوا ما فكرتوش فيها. تقصدي فارس ولدي؟ معلوم، وهو حيرضى؟ طب ده فارس به واد عمي ما انا خيره في السما، ولا يرضى باقل من بنت وزير؟ ومعاه حق، الله اكبر، مال وشباب وعلام واصل. قوم ياخد واحده ان راحت ولا جت فلاحه ويا دوب تفك الخط، والله ما حيرضى. وابقي شوفي انا يعني مش خبره واد عمي؟ دي جت تبقى مصيبه. انا عندي ياخدها ولا انوش يعصى كلام اخوه ويتعاركوا مع بعضيهم. انا خابره اولادي. يا مرك يا ونيسه، كان مستخبي لي فين ده بس يا ربي؟ يابا خلاص على كده، بعد اللي حصل ده لا لينا دعوه بالناس دول ولا ندخلهم في حاجه. ايه بس يا ولدي، وهي الاهانه اللي حصلت دي شويه؟ ولا اهانه ولا حاجه، الواد صابر العزيزي واد سفيه وجاهل، والعيبه ان طلعت مني ما تبقاش عيبه. يا سلام. وكمان رفيع بيه الله يكرمه ما خلصوش، خط بخاطري ورضاني، وكفايه انه طردوا من منظرته قدام العزيزه كلهم. هينا دي، ومش بس كده، قعدني مطرحه وما همنيش الا بعد ما اتاكد ان ما فيش في نفسي حاجه. مهما كان يا ولدي المسامح كريم. يعني انت ناوي تدخلهم في حاجه تاني؟ ما اقدرش اتاخر عن اي حاجه يقصد فيها رفيع بيه. خلاص
براحتك يابا. اتفضل. يا ولدي رفيع بيك كبير البلد وحطتني فوق راسه من فوق وعامل لي مقام واعتبار، وجمايله قبل جمايل ابوه الله يرحمه، جمايل لا تعد ولا تحصى، ومنكر فضلي لكل خسيس. على العموم ما ظنش ان هو احتاجنا في حاجه مهمه. احتاجنا في ايه يعني؟ الايام الجايه اهم فتره هيحتاجنا فيها. هيحتاجنا في ايه ياض؟ انتخابات يا ولدي. انا لما كنت عنديه وعيته مهموم، الظاهر انه ما اتفقش مع وهب السوالمي، وانا ما اقدرش اتخلى عنه واصل. هتوقف معاه ضد وهبي؟ وهبي اللي دانا ارض للمستشفى تسوي الشيء الفلاني من غير ما ياخد ولا مليم؟ لا 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 لا، اسمح لي. اوعى يابا اوعى، ده انت لسه جايل بنفسك من شويه ما ينكر الفضل اللي مش عارف ايه. ما اقدرش اتخلى عنه واصل. ما حدش قال لك تتخلى، بس على الاقل خليك على الحياد. برضه ما اقدرش. ازاي بقى يا ولدي؟ انا امام المسجد والناس البسطاء بتاخد رايي، ومش عاوز اقول ان ليا تاثير عليهم. طب والعمل يابا؟ والله ما انا خابر يا ولدي. ربنا يجنبنا الحرج، هو سميع وقادر على كل شيء. يعني تفتكر رفيع ووهبي ممكن يتفقوا؟ ربنا قادر يا ولدي صف النفوس، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيه. اهدى يا صبر يا ولد. امال ما تعملش كده، خلينا نعرف نفكره. ومين في عقل يفكر؟ اوه انت اللي بتقول كده يا عمي. واه ليه انت فاكر ان النار اللي جوايه اقل منيك؟ حاضر يا عمي، هنقعد اهو، هنقعد وكده نندب زي الحريم لحد وهب السوالم ما يركب ويدد رجليه. طب اكتم خلينا اخد نفسي واعقل البلوه دي. حاضر. خلاص انا خلاص عقلي حيشد. بقى رفيع واد عم سلطان بيه يوصل بيه الطمع في الترشيح لحد كده نناسبه وهب السوالمي؟ ده مش طمع منيه يا صبري. انت تسكتي خالص يا سنيوره، مش ده رفيع بيه اللي مبطلش تحاميله؟ وانت وعيلي يعني فرحانه بالنسب ده؟ خلاص اكتمي وانت اكتم قبليها. حاضر يا عمي، هقعد واكتمها، خلينا قاعدين نبص لبعضينا. انا قلت من الاول رفيع يسيب الترشيح لعمي. هو ما عاوزهوش الترشيح ده، وقالها 100 مره، والمعلومه بده ما هيحلش حاجه، لانه بدل رفيع ما هيسقط هتجي في ابوه. جاك الهم. غوري من قلت غوري. ايه يا عمي؟ والله ما خابر. بس انا خابر. خابر ايه؟ ما فيش غير الحل اللي انت قلت عليه. قصدك يسيب الترشيح وترشح انا؟ ده يبقى بعدين. انا قصدي الحل التاني اللي انت قلت عليه من الاول. قصدك عليك مرور رصاصة طيشة تطلع من القصب تسكن صدره، ولا من شاف ولا من دري، ونخلصه من نيه الموال ده في غمضة عين. ايوه بس رفيع به قال ان الحل ده ممكن يودي الكل في حديث. الكل مين يا عمي؟ الكل مين؟ وبعدين رفيع ده نايم في العسل نوم، نايم في العسل نوم. احنا هنعمله حاجة بيدنا؟ احنا كلنا هنكون مجموعين عنده في منظرته ساعة المراد، وقدام 1000 شاهد يحلفوا يمين ربنا من غير ما يكونوا كذبوا. بلاش دل، لو تحب انا وانت نروح النقطة نشرب الشاي مع حضرة الضابط ساعة المراد، انا ما عنديش مانع. ايه قلت ايه يا عمي؟ يعني هي دي اول مرة يا عمي؟ ها؟ وبعدين على الرأي المثل، هي عادتنا ولا هنشتروها؟ الله يرحمك يا سلطان بيه يا عمي يا سبع. ايه يا عمي انا فزت.
سميت الليلة في عمودها جديه. نفس. انت فاكر الحكاية كده انتهت؟ طبعا. وفاضل ايه بعد كده؟ الموافقة وخدتها صريحة من عم غزال نفسه ومن بقاهية كمان. طارق، لو سمعتها وهي بتقول ايوه كده بخجل كانت تجنن، الا لما بصيت لي كمان وانا كنت بتكلم عن ايام الشقاوة كأنها. بس 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 حيلك، انت هتفضل عايش كده في الاوهام؟ اوهام ايه يا ابني؟ الموافقة وكانت بالفم المليان، ناقص ايه بقى؟ فاضل الاهم. يا ساتر عليك يا اخي، انا من ساعة ما عرفتك وانت خميرة عكنانة، انا غلطان اللي حكيت لك. يا سلام عليك انت، انت عايز الهودك وخلاص؟ ماشي يا سيدي، الف مبروك، استريحت؟ طب قول بقى، عايز تقول ايه؟ من غير زعل؟ من غير زعل. الراجل اللي اسمه عم غزال ده راجل مش سهل، مخه كبير قوي. طبعا لازم يكون مخه كبير، مش هيبقى حماية. سلام عليك، انت على طول واخد مسألة قفش كده؟ انا مش فاهم اللي اسمها فرحة دي عملت لك ايه؟ اسمها الانسة فرحة، خطيبة فارس به العزايزي وحرم المصون ان شاء الله. اوكي يا سيدي، فرحة هانم، ومدام مش عايز تتكلم جد بقى انت حر. حر ايه يا ابني؟ ما تتكلم بقى، هو انت على طول كده خميرة عكنانة؟ عمك غزال ده بقى اللي كلامه عاجبك قوي حطلك العقدة في المنشار من غير ما تحس. قصدك يعني عشان طلب ان رفيع اخويا والحاجة يروحوا له؟ اذا كان على كده بس ما تقلقش. يا سلام، ما دي العقدة، مش موافقته وموافقتها، ده بمنتهى العقل والحكمة رمالك الكرة في ملعبك وقال لك ازاي هتلعب يا خفيف. لعلمك بقى انا حريف. يا على دمك. انت على طول بتتكلم كده تهريج على طول. امال اتكلم جد ازاي يا ابني؟ انت مجنون. بقول لك هقابلها بكره، هو انا في عقل؟ طيب قاعدين لوحدكم ليه؟ لا مش عارف. موجود في رد. لا طيب مع السلامه. انت بقى السلام عليكم. عليكم السلام. باي باي. هو متضايق ولا هو متضايق؟ الله الله ماشي ليه؟ الله يا جماعه. انت بتقول ايه؟ فارس بيه للنفيسه؟ نفيسه بنتك؟ هو احنا عندي نفيسه تاني؟ مش غريبه بس. وهبي انت شارب حاجه يا ولدي؟ حق عليا اللي قلت لك بالاسم. اقعد بس. يعني هم طلبوها منك حاجة زي كده؟ ومين اللي طلبها؟ انت مش وعيت لرفيع بيه هو عندي؟ يعني هو كان جاي عشان كده؟ حاجة زي كده. متفهمني يا ولدي؟ افهمك ايه بس يا ابوي؟ هي فزورة. يعني هو اللي كلمك بذات نفسه؟ امال يعني شيع المرسال وقالها لك كتير بصريح العباره؟ وبعدها لك يا ابوي تكونش يا ولدي فهمت حديثه غلط؟ لا اطمن او تجهز نفسك عشان اليمين دول جايز يطبوا علينا ياخدوا كلمه. ايه مالك بتطلع لي كده ليه؟ لا لا ولا حاجة، قادر على كل شيء ونعم بالله. اطلع انت يا ابوي صلي العشاء وادعي لنا ربنا يتمها بخير. مرعي، انت مرعي؟ ايوه افندم جنابك. وضب لي القعدة هنا. استني استني يا موزة، اخد نفسي الاول احسن قلبي هيوقف. سلامة قلبك يا ست البنت. سمعتي ام بودنك يا بت؟ واه ودي حديد هجيبه من عندي بردك. موزة الله يخليكي اوعاكي. واه يا ست نفيسة مال، يعني تكوني قلتي في عقل بالك اهم الشغلانة واثبت لها. واه يا مال اتجنيت، وده حديد فيه كدي ولا كدي بردك؟ بطير فيها رقاب. اديك قلتيها، اخنقك بيد دي الا كده الا خبت الامل يا موزة. ربنا ما يجيب خبت الامل. طب طب يا بنتي كوني استهيأ لك يعني.
طب والله العظيم تلاتة، أنا سمعهم بودني دي ودي اللي حياكلهم الدود. حتى بالأمارة سواهب بيه قال للحج مرزوق اطلع صلي وادعي ربنا يتمها بخير. يصلي؟ ده أنا اللي حصلي 70 صلاة وحدبح عجلي لله. عجل؟ لا 10 واكسي 50 غلبان. طب 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 على مهلك على مهلك يا ست نفيسي. على مهلي ايه يا بنت؟ هو اللي انت بتقولي ده انه حصل يتصدق؟ كنت كده الشيخ حسوس الرباطة؟ والله انا ذات نفسي مخابرة ان كان صح ولا ايه. بتقولي ايه يا بنت؟ ها؟ لا بقول يعني مش انا قلت لك على سر الشيخ عزوز دي؟ بس يعني وانتي بتعملي اللي بتقولي عليه ما تنسيش حلاوتي. حلاوتك؟ بس حلاوتك يا حلاوتك. لا لا بلاش الفرحه كده الا لما اسمع بودني ويحصل كمان. يعني هتاخديني معاكي سرايه سلطان بي؟ سرايه سلطان بي؟ معقول؟ معقوله يا ناس؟ اقتل مين؟ وهبي بيه؟ اكتم لكتم نفسك. ايه تقدر ولا ادور على اللي هيقدر؟ خسرت الرجاله، وانا اللي كنت فاكرك زي ايام عمي سلطان بيه الله يرحمه. ايه يا عفيفي؟ عجزت ولا ايه؟ ولا قلبك بجرهيف؟ لا لا يا سي صبري، انا زي ما انا، بس انت اللي خدتني على اخوانك دي. قتل وهب السوالمي ما يعديش بالسهل على الحكومه المباحثين. تاخد غلوتها وتخلص. ايه قلت؟ ايه اتنفذ ليتها الليله؟ الليله؟ ايوه، وفي اي مطرح يكون فيه ان شاء الله، حتى ببلته. بلته؟ ايه يا عفيفي هتخاف من مين؟ من الغفير بتاعه ولا من ابوه مرزوق الكلاف؟ قلت ايه؟ خلصني. جناب رفيع بيه خابر. اوعى تقول له يا عفيفي. خلص في الحديث ما تعطلنيش. نتقابل في دفنته قبل صلاة الظهر.